أحباب السلام عليكم، السيدات العيالات الإخوان السلام عليكم، كدارين صحيحة؟ إن شاء الله تكونوا بخير، تكونوا لاباس، أموركم زينة يا رب الكريم. الفيديو المنتظر تاع شحال نقصت تاع الوزن في شهر رمضان المبارك. الحمد لله والحمد لله، هنوريكم بالدليل شحال نقص وباش نشرح لكم كيفاش نقص. وتخلوا لي البنات التحدي اللي درناه قبل رمضان، واش نقصتوا تتوما في الوزن ولا ما نقصتوش. المهم الحمد لله الحمد لله كثيرا. كما تتعرفوا انا ولدت في 14 جانفي، ولدت في 14 جانفي، يعني دابا ولدي قرب يكمل 4 شهور. في البداية ما كنتش دايره الريجيم نهائيا، لانني كنت تندير الرضاعه الطبيعيه، ما كانش الريجيم، خاصك تاكلي ضروري. في البداية من ولدت كان صحتي قليله، خاصني ناكل، ما كنتش باغا ندير الريجيم، ما كانش وقيته الريجيم، كنت باغا ناكل، كنت باغا سميتو نريكوبيري، ما كانش عندي الخاطر انني ندير الريجيم، لان اصلا في هذيك الوقيته من خرجت من المصحة الأشهر الأولى على أساس أنني بغيت نقابل ولدي، تنفيق بالليل بزاف، ما تنعش، نعس قليل، مهم شحال من حاجة. ما كانش وقيتة الريجيم كما قلت لكم، كانت وقيتة تاع الرفيسة، تاع الحلبة، تاع برشاد، تاع سميتو راس الحانوت. المهم كانوا هاد المسائل في وقيتة تاع النفاس، ومن بعد النفاس بقيت ناكل الحيمات، حميمات، دجاج بلدي. المهم كنت مهلية في راسي، الحمد لله الحمد لله، وخات الغربة وخات بوحدي، المهم تهليت في راسي، والحباب تا هما داروا معايا الصواب وتهلاو فيا بالنسبة لشحال من حاجة. الحمد لله الحمد لله. المهم من بعد من قرب رمضان بديت ندير الصيام المتقطع، يعني تنحبس الماكله مع ديك الخمسة ولا ستة العشيه، ومثلا ناكل حتى 12، يعني بديت ندير سميتو تنقص. المهم كما تتعرفوا قبل ما نولد كانت فيا تقريبا 102 كيلو، راه كندرت لكم واحد الفيديو شحال تنوزن، غنخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف باش تشوفوا كي كنت وكي وليت كي وليت كي وليت. نضحكوا شي شويه، نضحكوا شويه باش تكون في الفيديو طاقه ايجابيه، يكون في حويجة زوينين كما خلاها الراجل. غلاضايتي شوفي حالتك شوفي حالتك. ايوا الحمد لله احنا ولدنا بخير وعلى خير، هي هادي كلشي بخير، كل حاجه في وقتها، وبديت تنقص بشويه بشويه. المهم باش نكون واضحه معاكم، هنوريكم الفيديوهات بيان سور، وكما كنت تنعبر مؤخرا يعني تنعبر شويه بشويه. المهم كلشي في فوق الميزان. اصلا ها نتوما هنهبطها الكاميرا، نهبط الكاميرا تشوفوا بان الكشره تفشت الحمد لله. تنفيلمي في البيت تاع الناموسيه، لان ولدي ناعس دوش ليه ونعس ليا في الصالون، قديته في الصالون وخليته وجيت نفيلمي هنايا. المهم ها نتوما كيما شفتوا، المهم الليغينس راكم عارفه تيجمع الكرش وتيجمع الجناب وتيجمع الفخاد مزيان، ولكن الحمد لله ماشي تنفخت. السيدات اللي يقولوا لي راك انت غير منفوخه، قلت لكم شحال من فيديو انا ما كنتش منفوخه، كنت غليظه، لان فقيته تاع سميتو في الوقيته تاع الحمل كنت ناكل النهار كله، كنت ناكل تناكل تناكل تناكل، لان اصلا البنات اللي تبعوني في وقيته الحمل راه تناكل، لان اللي ما كليتش المعده تاعي تنحس بها سميتو تجيني التقيه. راكم عارفين دوزت هذيك الوقيته تاع تعقلوا على حرقه المعده، وتعقلوا على التقيه، وتعقلوا على سميتو مع الصباح كنت نتقيه ترد. المهم داكشي كله اللي دوزت في وقيته الحمل الحمد لله كلشي مشى. المهم راكم شفتوا في الفيديوهات، المهم نخلي لكم الفيديوهات تاع الحمل كي كنت في وقيته الحمل من البدايه. القائمه البلاي ليست تاع الفيديوهات غنخليها لكم في صندوق الوصف، اللي فيها سكر الحام، فيها الضغط طونسيون اللي طلع ليا، فيها الريتونسيون دو، فيها المشاكل الصحيه اللي في فقيده الحامل، فيها لا تريزومي، الفيديو تاع لا تريزومي يكون توا في صندوق الوصف. المهم الفيديوهات كلهم تلقاهم في القائمه تاع الحمل في الاربعينات،
والحمل في الاربعينات ومن تتغلاضي في الاربعينات راه تتكون صعيبه صعيبه انك تنقصي. المهم قبل رمضان قلت لكم هيكون الهدف على اساس انني نقص 5 كيلو، لان من تتكوني في الاربعينات راه القضيه فيها 5 كيلو وتتجي صعيبه، راه ماشي سهل تنقصي في 5 كيلو، راه تجي صعيبه. المهم انا حاجه اللي هنقولها لكم وبكل شفافيه، اي نهار كانت فيه الشمس كنت نخرج تنتمشى، شفتوا الفلوغات تاع في رمضان تنهز ولدي تنحطو في الكروسه وتنمشي نتمشى انا وياه، وبعد نوبه تنمشي مع رايا اللي ما كانش قاري رايا، كنخرجوا تنتمشاو. الحاجه اللي نقد نقولها لكم والله شاهد عليا، في البدايه تاع رمضان 15 يوم الاولى كنت تنفطر كما قلت لكم وكنت تنتسحر، يعني الفطور والسحور كانوا دائما جوج مرات درت الحريره المغربيه، وداك الشيء اللي بقى كنت ندير فيه شوربات، شوربه العدس، شوربه تاع البطاطا الحلوه كانت عزيز عليا، وشوربه تاع العدس، وشوربه تاع الخضره، وكنت ناكل تقريبا 1/2 تناكل اللوبيا الخضراء، اللوبيا الخضراء، وتناكل خضره لون اخضر البروكولي وسميتو، لان اللون الاخضر الخضره اللي فيها اللون الاخضر يا هذيك تيكون فيها تيكونوا فيها فيتامينات وتكونوا فيها الالياف وما تيكونوش فيها لي كالوري بزاف. المهم والحاجه الاخرى اللي نقولها بكل شفافيه، كليت وقيله شي مره كليت البطبوط، كليت شي بطبوطه، لان جابت لي واحد السيده صاحبتي كبرت بي وجابت لي الهدايا، الهدايا نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف علاش لا، هي هذيك. وال15 الاخيره تاع رمضان، اخيره تاع رمضان سميتو ما كنتش تنوض نتسحر، ما كنتش تنوض نتسحر 15 الاولى كنت نوض نتسحر، 15 الاخيره كنت غير تنفطر، والفطور تاعي وداك الشيء اللي كليته في قطه رمضان راني تشاركته معاكم، تناكل بالقياس، ما تناكلش المسمن، ما تناكلش البغرير، ما تناكلش الحلوى، حدي لي زيت شبيبيكيه شباكيه ولا بريوات، يعني هذاك الشيء بالقياس، تناكل طميره ولا ثلاثه طميرات، يعني هذاك الشيء عندي بالقياس، يعني الكميه كانت معقوله وسميتو، وكنت نتمشى تنتمشى تنتمشى تنتمشى. ما نكذبش عليكم ماشي سهل طيحي الوزن، ماشي سهل طيحي الوزن، ولكن ضروري كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ما نبدا التحدي، الاراده والقدره، الاراده والقدره، وسميتو سي بسيشيك، بسيشيك كما قلت لكم في الفيديو القديم تاع التحدي، لو في انني كنت نوقف تنوقف تنقف وما تنقدش نهبط على ركابيه، كان عندي امبوسيبل يبقى عدد الكيلوات، كما كنتو كما السيدات اللي متبعينو تيعرفوا قبل ما نحمل كانت فيا تقريبا 72 كيلو، ما بين 70 و 72 متر و 75، راه وريتها لكم وقلتها لكم في الفيديوهات، فيا متر و 75 تاع الطول، وكنت قبل ما نحمل فيا ما بين 70 و 72. المهم كنت ديما عندي لونطريمون تنتريني وتنجري وتندير شحال من حاجه، وفقيت كورونا ما بقيت ندير حتى شي حاجه غير الخدمه الخدمه، وفقيت الحمل دوزت كله غير نعاس وماكله، يعني دوك الكلوات كلهم ما بين 70 و 72 اللي كانوا فيا قبل حتى 102 كيلو، يعني فقيت الحمل، ونفس القضيه كانت عندي في الحمل تاع ولدي رايان، رايان ولدي كنت هزيت 30 كيلو في قطعه الحمل، يعني نفس القضيه تقريبا في هذا الحمل. المهم غنخلي لكم دابا الفيديوهات وندير المونتاج وغنوريكم كيفاش، ماشي كيفاش، شحال طيحت الحمد لله. المهم تنديروا نوريكم شي فيديو اخر. المهم باقيين ركابيه تضروني، باقيين ركابيه تضروني، تندير واحد البوماده مره تندير هاد البوماده على القبالي تركابيه، تنماصي سميتو تنماصي شي شويه تاع لي زارتيكولاسيون، تناخذ دي كومبليمون اليمونتيغ على قبالي لي زارتيكولاسيون، والحمد لله والحمد لله، وتستمر ويستمر التحدي. وفي الفيديوهات الجديده هتشوفوني تندير رياضه في الدار، هتشوفوا الطريقه باش غنطيح الكيلوات الاخرى، انا ضروري نطيح، باقي ما وصلتش للهدف، الهدف هو انني نوصل 72 كيلو، ضروري نقص هاد الكيلوات. المهم كما شفتوا ولدت في 14 جانفي ودابا كملت 4 شهور، يعني بديت
بديت الريجيم قبل رمضان بسيمانه، قبل رمضان بسيمانه، ونقص هاد البركه. ونوريكم الفيديوهات احبابي حباباتي. تنبان ما بياش تفشيت، تنبان ما بياش صراحه، تنضحك نضحكوا شويه. المهم تهلاو فراسكم، والعيالات اللي تردعوا بلا ما ديروا الريجيم باقي بشويه عليكم، والعيالات اللي ما تيقدوش يطيحوا دغيا تقاتلوا بشويه بشويه ويكون خير. فهمتي؟ انا راه قلت لكم المسمن ما كاينش، البغرير ما كاينش، يعني نجيبها لك بجمله بسيطه، تتقطعي الليمليه، تتقطعي الليمليه، يعني ما تتبقايش جالسه ساره غير تسرطي، يعني متى تبغي تنقصي خاصك تاكلي بالقياس، تاكلي الخضره، تاكلي الحاجه اللي فيها المنفعه، تاكلي اللحوم البيضاء يعني لو بلون دو بولي، تاكلي. وانا كما قلت لكم مشيت عند طبيبه تاع التغذيه فقدت الحمل ومن بعد الحمل، يا هذيك على قبل فقر الحديد وكانوا عندي مشاكل صحيه. المهم تتنقصي الكميه، تتنقصي، تتشربي الماء بزاف، تتحركي وتتقولي فراسكي ضروري تنقصي، يعني البسيشيك مهم محباباتي، البسيشيك مهم. ودابا هنوريكم، مهم هنوريكم واحد المقيطع كيفاش. مهم الحمد لله، الحمد لله خير وبركة الحباب. مهم الوزن تاعي ما جاش ونقص دغيا، يعني راه كنت دايره كما شرحت، يعني مركزه على الكميه وعلى الطريقه تاع الماكله، والحلويات ناقصه منهم واحد الدرجه بزاف. ما قديش نمشي لاصال تاع السبور لان ولدي صغور، ما لقاش شي واحد يشدو ليا. المهم الشجاعه والاراده من هنا لقدام هنولي ندير الرياضه في الدار، غير تسنيت انا رمضان يكمل بالصحه والسلامه، لان صعيب ديري الرياضه في فتره رمضان، نخاف نسخف ولا شي حاجه. الحاجه اللي هنركز عليها هي انني من بديت تنقص، هتشوفوا لا بالونس غادي يتنقص، ماشي ساهل، ماشي ساهل احباباتي. يعني تنشجع لحباباتي واي وحده قد تنقص شويه تاع الكيلوات في هذا رمضان، تنقول لها برافو عليكي، برافو عليكي، برافو عليك يا حبيبتي، نقصتي جوج كيلو ولا ثلاثة كيلو ولا غير كيلو، راه خير وبركة، راه ماشي ساهل نقصو الوزن باش ينقص، راه ماشي ساهل، صعيب أحباباتي. والحمد لله بالإرادة، وما نكذبش عليكم بكل صراحة، كرشي ترهلت، سميتو كتافي، هادوك كتافي ترهلوا. مهم تريغرو، شوفو 85، من تنشوف الرقم تينقص تنفرح، من تنشوف الرقم تينقص تنفرح احباباتي. كرشي طرهلات، دوبل مونطون ولا عندي كما شرحت ليكم واحد في واحد الفيديو، سميتو الكرش ولات عندي شكوى. المهم الصدر تاعي حالته، المهم الصدر تاعي معدي مشكل، المهم القضيه فيها عمليه جراحيه، خاصني ضروري ندير عمليه جراحيه بالنسبه للكرش. هنشوف مع الميدسان تريتون تاعي واش قد نستافد من ابدومينو بلاستيك على قبل الضمان الاجتماعي، واش قد يخلصها ليا ولا لا، لان فيها شروط تقولوا خاصك ضروري تكوني عندك ثلاثه وليدات، ولا الكرش تكون مغطيه ليكي واحد الجهه تاع سميتو لابارتي انتيم باش تستافدي منها. المهم الكرش ترهلات، كتافي ولاو شكوات، المهم الصدر تاعو ولا حالته، المهم ما كاين غير الترهلات ولات حالتي. خاصني ضروري نتريني، خاصني ضروري ندير رياضه، خاصني ضروري من عمليه جراحيه البنات، ولا عندي دوبل مونطون، ولا عندي دوبل مونطون، زعما كان بديت نتعقد، ولكن رجع في الله ما عندي ما ندير. هذه هي الحالة، من غلاضيت فقيت الحمل عرفت راسي بأنني هنولي في هذه الحالة، ولكن حمدتك يا ربي وشكرتك، الله يرزق الصحة والسلامة، ونحمد سيدي ربي بوليدي ونحمد الله ونشكره. كما قلت لكم ولدي رايان عنده 10 سنين، يعني في من كانت عندي 30 عام، نقصت الوزن 30 كيلو بطريقه شويه سهله، ولكن دابا الاربعينات ما تجي سهل. دابا هنشارك معكم وهتشوفوا شحال نقصت، ماشي ساهل هادشي، وحق الله العلي العظيم لا قهرت راسي، قهرت راسي بالجوع وجمعت راسي، يعني تناكل تنقيس، والحمد لله النتيجه كاينه، ويستمر التحدي من بعد رمضان، وهنستمر في هذا النظام الغذائي وفي الريجيم. 81
واحد 80.1 غرام ولا 100 غرام. المهم ماشي ساهل. شحال فرحت شحال فرحت، ما تخيلوش شحال فرحت من شفت هذا الرقم، ما تخيلوش شحال فرحت حباباتي. المهم كاينين ترهلات ما نعاودش لكم، باقي ما تنقدش نلبس حوايجي، الحوايج اللي كنت نلبسهم قبل الحمل باقي ما تندخلش ليهم، باقي تلبس ال، باقي تلبس اكس ال، دابا وليت تلبس تيشيرتات وليجينز، تلبس حويجات ساهلين مالين، حويجاتي كل ما بقيتش قدي تلبسهم، ولكن من القدام نلبسهم ان شاء الله. خليت لكم الصحه والسلامه، شاركوا معايا حباباتي شحال نقصتوا في هذا رمضان، واخا غير كيلو جوج كيلو 3 كيلو 4 كيلو. البنات اللي عندهم العزيم والبنات اللي نقصوا اكثر مني برافو عليكم، والبنات اللي نقصوا قل مني برافو عليكم. خليت لكم الصحه والسلامه والعافيه، ويستمر تحدي، الله يسهل الله يفرحكم.